على خلفية تواصل اعتقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، استمرت المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراحه. ويأتي هذا الحراك في ظل المواقف الإقليمية والدولية والأممية الداعية للإفراج عنه. استمرت الاحتجاجات والمظاهرات في عدد من قرى ومناطق البحرين للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وجرت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أدت لاعتقال وإصابة عدد من المحتجين، وشهدت عدة مناطق تظاهرات ومسيرات حاشدة تنديدا باعتقال الشيخ سلمان، واجهتها قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع، كما شهدت العاصمة المنامة تظاهرات رفعت أثناءها صور لأمين عام جمعية الوفاق وأعلام البحرين، وامتدت الاحتجاجات إلى عدد كبير من مناطق البحرين، فقد شهدت منطقة البلاد مسقط رأس الشيخ سلمان مسيرات تضامنية واعتصاما مفتوحا أمام منزله على فترات متفاوتة، كما انتشرت المسيرات الاحتجاجية رغم الانتشار الأمني الكثيف في مناطق بحرينية أخرى، ففي شارع البديع خرج عدد كبير من أهالي مناطق الخدم والمقشع والحجر وبني جمرة، كما شهدت منطقتي الغريفة والجفير مسيرات احتجاجية. من جهته أعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من اعتقال الشيخ سلمان وسجنه، وأشار المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بأن المعارضة تمثل أحد أهم أعمدة الأنظمة الديمقراطية، واعتبر أن اعتقال الشيخ سلمان يهدد بتصعيد الاحتجاجات السياسية المستمرة منذ 4 سنوات، كما عبرت واشنطن عن قلقها العميق بسبب احتجاز الشيخ سلمان زعيم حركة الوفاق، وذكرت الخارجية الأمريكية أن اعتقال زعيم جمعية الوفاق يمكن أن يشعل التوترات في المملكة. وعقب هذه المواقف الدولية المتلاحقة، أعرب مجلس الشورى البحريني في بيان له عن أسفه للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، مؤكدا أن المعايير المزدوجة التي تنتهجه بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب والحد من العنف وتهدد السلم الأهلي، وأكد البيان أن البحرين ترفض تدخل أي دولة أو جهة في شؤونها الداخلية.